كمان شاهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاحتفالية اللي نظمتها الوزارة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشباب تحت شعار إشراك الشباب من أجل تحفيز العمل العالمي. الكلام ده حصل في المدينة الشبابية الرياضية بحي الأسمرات بالتوازي مع التشغيل التجريبي لهذه المدينة. طبعا حضراتكم أكيد عارفين افتتح هذه المدينة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 30 يونيو الماضي، وحضر الاحتفالية دي عدد من رؤساء الاتحادات الرياضية النوعية وكمان مجموعة من ممثلي الكيانات الشبابية واللجان الرياضية بالأندية وأيضا ممثلي برلمان الطلائع. تعالوا نتعرف على كل التفاصيل من خلال التقرير اللي جاي، تفضل. تحت شعار إشراك الشباب لتحفيز العمل العالمي تحت رعاية دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة هنا في المدينة الرياضية بالأسمرات، وتحديدا يوم احتفال المدينة هنا باليوم العالمي للشباب وأهمية مشاركة الشباب في جميع المجالات الرياضية منها والاجتماعية أيضا في جميع الدول إن كانت المحلية أو العالمية. أهمية دور الشباب احنا شايفينه ونؤكد اهتمام القيادة السياسية من البداية خالص بالشباب وبأدواره المختلفة، وازاي ان الشاب يثق في ذاته ويثق في قدراته ويثق في بلده، وازاي ان احنا ندي كامل الثقة للشاب انه يتحرك ويتكلم وكمان يبدع، وابداعاته مبنية على تطوير قدراته. دي رسائل مهمة جدا قامت بها الدولة المصرية والقيادة السياسية. شفنا المنتديات الشبابية على مستوى العالم، شفنا المؤتمرات الشبابية على مستوى العالم. النهاردة كمان احنا بندي رسالة قوية، احنا بنشكر فخامة الرئيس لاهتمامه في ظل يعني المجهود الكبير والتحديات الكتيرة ان يدي رسالة في مدونة عبر تويتر الشخصية لفخامة الرئيس لإعطاء رسالة إلى من شباب مصر لشباب العالم ورسالة إلى الشباب المصري بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشباب. النهاردة يمكن احنا في حي الأسمرات، حي الأسمرات اللي شهد يعني طفرة كبيرة جدا في نقل من العشوائيات إلى هذه الأحياء اللي في مدينة شبابية رياضية زي مدينة المدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات بحي الأسمرات اللي فيها الحمد لله خلاص يعني ما بعد تشرفنا بوجود القيادة السياسية والافتتاح كبير ان نشوف على طول بقى في اكاديميات زي ما حضرتك شايف كده، وفي الناحيه الثانيه ايضا اكاديميات وبقى في اداره بتدير هذا الملف وهذا الكيان. والنهارده كمان احنا عملنا اجتماع كبير لاتحاد الاتحادات النوعيه اللي بيضم في طياته اتحادات او اتحادات نوعيه بتخدم اهداف الوزاره بشكل مباشر زي اتحاد الجامعات، اتحاد الرياضه للجامعات، اتحاد الرياضه المدرسيه، اتحادات مراكز شباب مصر، اتحاد الرياضه للجميع، اتحاد الثقافه الرياضيه، اتحاد الملاحه الرياضيه، اتحاد اللجان الحكوميه، اتحاد الشركات، اتحادات كثيره جدا بيضم فوقها اتحاد الالعاب الالكترونيه، اتحاد الحمام الزاجل، اتحادات نوعيه كثيره جدا احنا بنجمعها في اتحاد واحد عشان نستهدف العديد والعديد من الشباب المصري في انشطه مباشره. شفنا من اوائل المؤتمرات مؤتمرات الشبابية اللي دايما موجود فيها فخامة الرئيس، وهو كان بعنوان مهم جدا استراتيجية بناء الإنسان. استراتيجية بناء الإنسان بترد بشكل مباشر على سؤال حضرتك. بناء الإنسان هو تكوين المتكامل للشخصية الإنسانية من جوانبها البدنية والنفسية والعقلية والاجتماعية، بينتج عنها هذه المكملات في الشخصية إنسان متزن يقدر ما يقال له، يقدر يوزن الأمور، يكون قادر على الدفاع عن وطنه، يكون قادر على الابتكار والتعلم، يكون قادر على فلترة الفكر بالفكر في الحقيقة. ده من خلال وسائل التنشئة الاجتماعية، وسائل التنشئة الاجتماعية اللي بتبدأ من البيت، المدرسة، الجامعة، دور العبادة، الكنيسة والجامع، كمان مراكز الشباب، الأندية، دي كلها اللي هي المؤسسات التنشئة الاجتماعية. في الحقيقة دي ما بتقوم به الدولة المصرية من صياغة التفكير العلمي والعملي لكل المنظومة. في الحقيقة احنا في وزارة الشباب والرياضة عندنا استراتيجية ما قبل سن الشباب، وده احنا مقسمينها من 5 سنين إلى 17 سنة ثم من 18 سنة إلى 40 سنة. بنعمل برامجنا في كل المجالات علشان نستهدف التنشئة الاجتماعية المتكاملة اللي أنا ذكرتها من شوية. كمان بنطور مؤسساتنا،
مؤسستنا. انا ذكرت ان من مؤسسات التنشئه الاجتماعيه المدرسه والجامعه، وذكرت كمان النادي ومراكز الشباب. احنا بنشتغل او يتم العمل بشكل عملي وعلمي لمصر الحديثه في الحقيقه. كمان حضرتك وكل اللي موجودين هم شايفهم سن شباب، شايف درجة عالية من التعليم، شايف كمان كل واحد متحمل وعنده في عينيه طاقة كبيرة جدا زي ما انتوا بتشتغلوا بالظبط نفس المنطقة. تشوفوا كمان النهاردة الشباب المصري اللي موجود.